الله يعافيك. امين. الله يحفظك ربك. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين في ثلاثة البث مباشرة مباشرة من مدينة الجديدة. يعني كما كتشوفوا معنا هاد القطط صغيرين ما شاء الله عليهم ومازال شوف عاد شحال كاين راه واحد بعض الخطرات راه كيكونوا مجموعين وكاين حتى واحد هي ول هاد القطة هادي الصراحة هاد القطة تبارك الله عليها عاد مسكينة كتجيب الماكلة من فم السبع وكتاكل باش كترضى هاد الشي كامل. هاد القطة هادي مسكينة شوف وليداتها شوف عرفتي هاد القطة هادي كترضع عندها حسب واحد جوج عندها هي أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة ها ثمانية ها تسعة عشرة حدا عشر ها 12 13 14 15 16 17 ها 18 هانتو راه باقيين هانتو ها 19 ها 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ها 41 42 43 44 45 46 46 تخيل يعني 46 قط اللي كاين هنايا 46 قط وها هي الام الوحيده تخيلوا كترضع 46 قط صغير اللي كتردعوا هاد القطة هادي يعني 46 قط اللي كتردعوا هاد القطة هادي يعني باش تعرف ومع ذلك الواحد المعلومة أن هاد القطة هادي راه ماشي هي أم هاد 46 قط اللي كاينين هنايا 46 قط اللي كاينين هنا كلها والأم ديالو يعني شوفوا تبارك الله هاد الأم هادي يعني شوفوا غير قطة واش دايرة على وليدات اللي ماشي ولادها يعني 46 قط ما مخلياش عليهم 46 قط انا حسبتهم دابا بواحد بالواحد 46 قط ما مخلياش عليهم يعني شوفوا تبارك الله للناس والبادره اللي داروا بلاص انهم كيجيو هنا الكليبات شوفوا هذا السيكيت كيجيو هنا الكليبات وكيزقوا عاضين شي واحد داروا لهم كريطينات هنايا داروا لهم كريطينات هنايا وداروا لهم الماكله اللي كيجي سبحان الله العظيم اللي كيجي كيحط لهم شي حاجه كياكلوه اللي كيجي كيحط لهم شي حاجه ياكلوه شوفوا تبارك الله كان مقطوطة أما هاي الأم هي هذه الأم ديال هاد 46 قط اللي كاين هاد الأم هي اسم الأم ديال 46 قط اللي كاين هنا واللي كترضعو 46 قط اللي كاين هنا يعني للتوضيح فقط أن الناس اللي في هاد الحديقة هذه ديال السوق القديم مابقاوش يجيبوا الكلاب ديالهم هنايا راه كيزدق عاد هاد القطاش كاملين كيولي عاد شي وحيده صغيره يعني الله يرحم لكم الوالدين اللي عندو شي كليب يحاول يدير ليه السلسله ديالو راه حيت كيادي هاد القطوطه الصغار راه ما كيقدوش يدافع على ريوسهم واش هاد القطه هادي ما حيلتها تقابل ولادها ما حيلتها تجي على كل واحد 46 قط يعني راه ما يمكنش راه واخا تكون مع شنو ما غاتجيش على 46 قط راه بزاف انا غنحاول نبعد لكم المنظر من هنا باش تشوف راه 46 قط راه بزاف وعاد باش زيد عندنا الناس كيجيو كيجيبوا الماكله ديالهم وكيجيبوا لهم يعني جميع اللوازم اللي غادي يخصوهم ثم راكم عارفين يعني المشيشه حتى مرخا حتى باغيين ياكلوا راه يكبروا ديك الساعه ويولوا محملين المسؤوليه ديالهم لهذا مشاهدينا ومتابعين شوف تيفي كنتمنى اللي عنده بحال هكا في الحي ديالو يدير لهم بحال هكا ويعتادوا انا عجبوني هاد السكر هذا ديال السوق القديم صراحه غير هو مابقاوش يجيبوا الكليبات ديالهم باش ما يعادش هاد القطيطات الصغار وبهذا مشاهدي باش تبيعي شوف تيفي كنتمنى رسالتنا توصلاتكم ونتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله الى اللقاء.